صباح الخير يا زملائي، متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز البروكر. الضمان الكوري مجدي اليوم 27 يوليو 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. اداء غير واضح المعالم طبعا، وتحركات غير مستقرة، وده راجع اكيد في المقام الاول انتظار قرار الفدرالي الامريكي خلال اليوم. امس كان عندنا بيان هام، هو كان مؤشر سكة المستهلك سي بي الامريكي اللي جيب نتيجة اسوأ متوقع 95.4، وكان متوقع عليه 97.2. اليوم عندنا مجموعة من البيانات الهامة، ولكن أهمهم أكيد طلبات السلع المعمرة المتوقع ل 2%، والشهر الماضي كان 7%، وقرار الفايد الأمريكي المتوقع ل 2.5%، والشهر الماضي كان 1.75. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشارت، طبعا الأداء الإيجابي على مستوى كل المؤشرات، أداء إيجابي على الإيمي، أداء إيجابي على السار، على الفلات ترين، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، ثبات السعر عليهم، وثباتوا على نقطة المحورية عند 20-25. ولكن في النهاية زي ما ذكرنا لحضراتكم، التغيرات في الأسواق كتيرة، وده راجع أكيد في المقام الأول انتظار قرار فايدة، ولكن الاتجاه الأكثر توقعا هو الإيجابي بشرط كسر ال 20-85 علشان يروح لل 21-55، وآخر نقطة عند ال 22-20. مرة تانية كسر ال 20-85، وراها ال 21-55، وراها ال 22-20. السيناريو الآخر المعاكس بكسر 19-70، وراها ال 20، وآخر نقطة عند ال 18-70. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.